اخبار اليوم. ثابت راجل مهم ما ابتدتش كده خالص، واللي قال كده صح. ثابت راجل مهم. انا كنت سايق العربيه مع اولادي صغيرين وقاعده جنبي مراتي شارع السودان، وجات عربيه كده، فانا بقول له بشاور له عدي. فشتمني شتيمه قذره. فانا بقى رحت بص بقى شويه، عندي عربيه احيانا كده بولس، رحت كاسر عليه. نزل هو بالعربيه من نضار، عرفت انه بوليس. كان معاه حد تاني بس عربيه مش عربيه بوليس، انما العاديه. وهو مش لابس بوليس بس حركه النضاره دي. وجيت داني بنيه في صدره. وبالتالي ده قدام ولادي صغيرين بيبصوا من الازاز شايفين ابوه متضرب بسلك البوكس. انا بقى قررت مش هسيبه. رحنا اسم بحر اعظم، لقيته طالع من هناك سبقني هو. يقول لي راح اعمل كشف طبي ومش لاقي طبعا. قلت له وحياتك عندي نشيل الابتسامه اللي على وشك. دخلت وعلى طول يا محامي، وعلى طول كملت الصلاه مع التحليه، وعلى طول ابتدوا بقى هي عشان احنا طيبين يعني هتخرب بيته مش هتخرب بيته. ومن الاخر قلت لازم يكتب اعتذار رسمي قدام المحامي، كتب اعتذار رسمي. الفكره دي بقى ابتدت هنا البذره، بذره ان اي واحد ممكن يقابل في الشارع يعني اشتغل سلطته. ابتدت كده. زائد كان عندي فكرة إن واحدة ست بتلعب قمار. الاتنين مع بعض دول ابتدت البذرة. لما رحت للأستاذ رؤوف توفيق ابتدينا نشتغل في الفكرة دي، وكان في واحد بوليس تقاعد في الجيزة في البلكونة بيطخ الناس بالبندقية، جاله خلل وهكذا. من هنا ابتدت بقى تنزرع الفكرة.